حقيقة عندما ندعو للإمام الحجة ندعو من أعماق قلوبنا لو فالدعاء هالشكل. الحسن بن جهم يقول: قلت للإمام الكاظم لا تنسني من الدعاء، فقال الإمام: وهل تظن أني أنساك؟ أنا فكرت في نفسي، قلت أنا من شيعتهم والإمام لا ينسى شيعته من الدعاء، فقلت له: إنني من شيعتك وإنك لا تنسى شيعتك من الدعاء. الإمام قال: تعلم شيء غير هذا؟ قلت لا. فقال الإمام، وهذه نقطة مهمة: انظر ما لي عندك تعرف ما لك عندي. واي مهم هذا. احنا شقد علاقتنا بالامام الحج صلوات الله عليه يعني. كم نتذكره؟ هو خمي انسان، هذا واضح. لو كان قد نسينا لاصطلمنا الاعداء واحاطت بنا اللاوى. ما انسان، ولكن كم نذكره، كم ندعو له كل يوم، كم نترقب ظهوره. انظر ما لي عندك تعرف ما لك عندي.